ده الجلوتيال ريجون. لما نيجي نتكلم على الجلوتيال ريجون الجزء ده، نلاحظ اهم حاجة عندنا او بنفكر فيها دي اللي اسمها المصل الكبيرة دي اللي اسمها جلوتياس ماكسيموس اهي. طبعا دي المين اكستنسور اوف ذا هيب جوينت، يعني دي اللي بتعمل اكستنشن في الهيب جوينت. هنشيلها هلاقي تحتها مجموعة ماسلز جلوتياس ميدياس اهي، بعد كده تحت جلوتياس مينيمس، بعد جلوتياس ماكسيمس جلوتياس ميدياس جلوتياس مينيمس. هلاقي هنا دي الجريتر ساتيك فورامن اهي، وهنا الليسر ساتيك فورامن اهي. هلاقي ماسل طالع من الجريتر ساتيك فورامن دي اللي هي بايريفورمس، ومن الليسر ساتيك فورامن هلاقي التندون بتاع الاوبتريتور انترنس ماسل اهي. فوق التندون بتاع الاوبتريتور انترنس هلاقي ماسل اسمها سوبيرو جاميلاس، وهلاقي ماسل تانية اسمها انفيرو جاميلاس. تحت ما بين الاسكالتيوبروستي والجريتر تروكانتر هلاقي ماسل هي اسمها كوادريتاس فيموريس اهي، دي اسمها كوادريتاس فيموريس. بعد كده هلاقي ماسل تانية اسمها الدكتور ماجنس. دولت ماسلز هشوفهم لما اشيل الجلوتياس ماكسيمس، جلوتياس ميدياس، جلوتياس مينيمس، بايريفورمز، تندون اوف تريتور انترنس، سوبيرو جاميلاس، انفيرو جاميلاس، كوادريتاس فيموريس، الدكتور ماجنس. هشوف فيسلز سوبيرو جلوتيال فيسلز هنا وهنا، انفيرو جلوتيال فيسلز. نيرفز هشوف سوبيرو جلوتيال نيرفز وانفيرو جلوتيال نيرفز. هشوف سياتيك نيرف، سوبرفيشال ليبوستيرو كوتينس نيرف ذا سايد، وديب لي نيرف تو كوادريتاس ايه فيموريس. كل الحاجات ديت هدرسها بالتفصيل في الجلوتيال ايه ريجون، لكن اهم حاجه فيه اللي هو الجلوتياس ايه ماكسيموس ماسل والاستراكشر اندر كفر اوف ذا جلوتياس ماكسيموس ماسل.